بقول لك هي ليها كام سنه ما اشتغلتش. انت شفت الوضع تحت عامل ازاي؟ بص الكشاف عامل ازاي؟ ده في عنكبوت في الموتور. في عنكبوت هنا برضه. وبرضه في هنا في البيبان عنكبوت. بص الكوميديا بقى، تحت العنكبوت في كومبروسور تكييف. انت متحركها من مكانها على ما انا اجيب ونش. نزل بقى. السلام عليكم ورحمة الله. زي ما هو واضح كده، جبت سيارة قديمة موديل 80 بقالها بتاع 6-7 سنين ما اشتغلتش، وفيها عنكبوت من جوه، في كل حتة فيها عنكبوت، وقررت ان انا اعمل لها تجديد شامل من الالف الى الياء. التجديد ده مش هيكون فيديو واحد، هيكون حوالي 15 او 20 فيديو، لان كل حاجة هيكون ليها فيديو. يعني المحرك فيديو، دورة المية فيديو، نظام التعليق فيديو، وهكذا. الفيديوهات دي موجهة للناس أصحاب السيارات القديمة، وهتنفع الناس اللي هي معاها سيارات قبل الألفينات أو قبل التسعينات. خليني أفرجك الأول على السيارة وعلى حالتها، وبعد كده نبدأ نعمل فيديوهات ليها. ده الشكل بتاعها من بره، ده وش العربية. طبعا التراب وهو سيد الموقف. يعني بص انا ايه ده، هي بس مجرد بس مشاها هنا تراب، يعني بقالها سنين ما اشتغلتش. لسه بقى هشرح ازاي ان انت سياره زي كده بقالها عمر ما اشتغلتش ازاي تشغلها. لسه بقى هنتعامل مع كل المشاكل اللي هتطلع في الموتور، واللي اكيد يعني هيكون في مشاكل. بص بقى هنا كده عنكبوت، لسه هنتعامل مع الحاجات دي. الصدى اللي موجود هنا ده كده لسه هنتعامل معاه. غالبا انا هطلع الموتور كله، بس الاول انا اشغله علشان افهم حجم المشاكل اللي فيه او هو محتاج ايه. ده كده شكل العربيه. طبعا ده شكل الباب. الحق الباشمهندس لما بيفتحش من بره. بص المرايات دي هتتحول لمرايات ضم، ما يغركش الشكل ده. الازاز ده كل ده هيتعدل. تعال بص على شكلها من جوه عامل ازاي. يعني من ايام الجنيه الجبس. بص عربيه تراب ليها سنين ما اشتغلتش. بص الشكل من تحت. زي ما قلت الفيديوهات دي هتكون موجهة بالدرجة الاولى للسيارات القديمة، او بمعنى اصح ازاي ان انت تحول سيارة من حالة مبهدلة زي كده لحالة استثنائية. يعني انا بتكلم عن تعديل بقى، تعديل 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 بجد. يعني ده شكلها من الخلف. الكشاف ده اللي هو واقع ده مرمي جوه. تعالى بقى لو جينا نفتحها بتتفتح ازاي دي. امسك يا عمر. بص تلاقي يعني انا عارف ان اللي هشوفها هقول لك ده سياره كهنه، بس ما حدش متخيل انا هعمل ايه فيها. يعني هي هيكون شكلها ازاي، هي هيكون وضعها ازاي بعد ما اخلص. الكلام ده هياخد زي ما قلت اكتر من فيديو. افتح افتح افتح، مش هتفتح. افتحها من جوه بقى. طبعا في هنا صدى اهو. ده كده شكلها وضعها. الفوانيس دي ما يغركش الشكل ده. الفوانيس دي لسه هلغي الازاز ده وهعمل باغة وهصب وهعدل الشكل. الشبكة الامامية دي برضو هتتلغي، هيتعمل حاجة جديدة خالص. هي الفكرة ان انت انسى الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، انسى الوضع ده. هيكون في سلسلة فيديوهات لتعديلات ملهاش اول من اخر باذن الله، والشكل النهائي بتاع العربيه ما حدش هيتخيله يعني ان شاء الله. ده كده الوضع من تحت. كل نظام التعليق ده هفككه وهيطلع بره يتعالج ويتصنفر وياخد طبقات دهان بعزل بشغل روقان. يعني المهم لو في عندك اي افكار، عندك اي اقتراحات، عايزني اشرح حاجه معينه، عايزني ابين حاجه معينه، وخصوصا لاصحاب السيارات القديمه، اكتبها لي تحت الفيديو في تعليق. وكلها ايام باذن الله، وهنزل اول فيديو ليها.